يقول لماذا الأعور الدجال لم يذكر في القرآن مع أنه أكبر فتنة؟ أولا لابد أن نتعلم أن نصيغ السؤال صياغة صحيحة. لا يجوز لنا أن نقول لماذا الله فعل كذا، لماذا الله لم يفعل كذا، لأن الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن الأدب مع الله جل وعلا أن لا نقول لماذا الله قال كذا، لماذا الله أمر بكذا، لماذا الله لم، لا، وإنما تكون صيغة السؤال من الحكمة، نسأل الحكمة، لأن لماذا كأن فيه نوع من الاعتراض على الله تبارك وتعالى. ذاك من الأدب مع الله تبارك وتعالى لا نقول لماذا الله فعل كذا أو الله أمر بكذا، وإنما نقول من الحكمة التي من أجلها كذا. هذا هكذا يكون صيغة السؤال إن شاء الله تعالى. أما ملك الموت، عفوا الدجال، لم يذكر في القرآن، فهذا حق وذكر في السنة. القول أنه أكبر فتنة، وإن كان أكبر فتنة يعني ولم يذكر في القرآن، ذكر في السنة. القرآن والسنة سواء عندنا، يعني من حيث التشريع، والله تبارك يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يلزم أن لا نقبل شيئا إلا إذا كان في القرآن الكريم.